السلام عليكم مشاهدي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد اللي بغيت نحضر معكم حلوات ريش بوند اللي تتسمى بكويرات الثلج او ريش بوند. عندي المكونات: قشرة ديال الليمونة محكوكة، عندي ماء زهر اللي بغيت نخلطو مع الكوفيتير للتزيين، عندي جوج خمارات حمرين، فانيا، عندي الدقيق حسب الخليط، عندي الكوفيتير جاري، وهنا عندي جوج كيسان الزيت، وهنا عندي الكوك حسب الكمية ديال الحلوة، وعندي جوج كيسان ديال السكر كلاصي، خلط سكر كلاصي وسنيدة. عندي هنايا ثلاثة البيضات، وعندي مارغارينا وشوية ديال الملحة باش يكون الذوق مزيان. خليكم أخواتي مع طريقة التحضير. مشاهدي، كما شفتوا معايا، تنوضع المكونات في القصرية اللي درت جوج كيسان ديال الزيت، ودرت مارغارينا وثلاثه البيضات والقشره ديال الليمونه وشويه الملحه، ونزيد فانيليا، ونضيف جوج كيسان ديال سنيده اللي خلطتها انا مع سكر كلاصي، ما بقاش ليا سنيده، ونخلط المكونات. نخلط المكونات مزيان. عندي هنايا الزبده راه طريه، ما قاصحاش بزاف. نخلط المكونات كلهما باش نضيف الدقيق شويه بشويه على الزبده. ونبدا ندلك في الزبده مزيان حتى تولي كي الكريمه. بعد ما دلكت الزبده ديالي حتى ولات بحال هكا كي الكريمه، غنضيف الدقيق، الدقيق حسب الخليط ديال العجينه اللي عندي، ونبدا نجمع في العجينه ديالي مزيان على هذا الشكل، ونضيف الدقيق حتى تجمع ليا العجينه اللي عندي، ونضيف الخمارات جوج خمارات، ونجمع العجينة ديالي كلها هي، حتى تجي عجينة خفيفة ورطبة. ونبدا نضيف الدقيق حتى نجمع العجينة كلها هي. Thank you.
الورق ديالي الطرحات، نبدا نشكلها كويرات في الحجم اللي بغيتو نتوما. انا نديرها كبيره شويه حيت ما بغيتش نلاصق وحده مع الاخرى، ونحطها نستفها في الصينيه وندخلها للفران. وراه تجي هاد الحلوه الجيده وتدوب وهشيشه. ونبقى غادي على هاد الشكل حتى نكمل العجينه اللي عندي. وها هي اخواتي الحلوه بعد ما طابت وخرجت من الفران. هنايا في كاسرونه درت كوفيتير وما زهر، ودرت فوق البوطه سخن شويه وخليته حتى برد، وتندوز الحلوه ديالي مزيان من الكوفيتير وما زهر. وندوزها من الكوك، نفندها في الكوك مزيان، وها هو الشكل ديالها. وخليكم مع الشكل النهائي اخواتي. مشاهدي الحلوه ديالتي بعد ما كملتها وفندتها في الكوك كما تتشوفوا معايا تتجي على هذا الشكل، وراه تتجي هشيشه وتذوب في الفم. وهذه هي الحلوه المفضله عندي، وسمحوا لي الى شهيتكم، وعيد مبارك سعيد، والله يدخلوا علينا وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر. وما تنسوش أخواتي دعموني وديروا لي لايك، وإلى اللقاء مع فيديو جديد آخر إن شاء الله.